هو فعلا التكوين المهني هو قطاع شريك للدولة في التميز المهني وفي الإدماج كذلك المهني. المشكل اللي مطروح عندنا هو الوعاء اللي كنخدموا فيه، شنو هو الدور ديال القطاع العام، شنو هو الدور ديال القطاع الخاص، وكيفاش يمكن لكل واحد يلعب الدور ديالو. ملي كنجيو نشوفوا القطاع الخاص حصرا، كنلقاو على انه يساهم بنسبة تقريبا 25% ديال عدد المتدربين والمتدربات، 110,000 تقريبا. وبطبيعة الحال هذا العدد هذا غير كافي، وهو نتيجة لدعم كديروا الحكومة مالي، ولا نتيجة لعدد من الأنماط ديال التعلم اللي كاينة في التكوين المهني. ملي كنجيو ندخلوا للتفاصيل كنلقاو على أنه التكوين المهني، غنقول لكم الأرقام، 1360 مؤسسة في القطاع الخاص، 456 مؤسسة معتمدة، 113,000 متدرب ومتدربة بحال اللي قلت لكم، النص ديالهم تقريبا كاين في المؤسسات المعتمدة. ملي كنشوفوا التغطية ديال القطاعات، غنبدا بالقطاع اللي تكلم عليه السيد النائب المحترم، الرقمنة والذكاء الاصطناعي، تقريبا 10,000 من هاد 100,000، ولكن هاد 10,000 خصك تجيبها ل 600,000 اللي كاينة في كل شيء في القطاع العام وفي القطاع الخاص، فمازال عندنا واحد المجهود يمكننا نبدلوه. الطبي والشبه الطبي عليه واحد الضغط كبير، تقريبا 50,000، لان كاين كيعطي الادماج، لان كاين الطلب لا وطنيا ولا دوليا، وخصنا نحضيو في هذه العمليه هذه. بالنسبه للحلاقه والتجميل، يعني ما تنساوش كاين واحد العدد ديال الدبلومات، واحد العدد المستويات، بما فيهم الناس اللي ما عندهمش دبلومات يعني ديال الباك بلس 2 ولا هذاك التقني المتخصص. الحلاقه والتجميل تقريبا 27,000، وعليهم واحد الاقبال. السياحه والفندقه 4,600، كنهضر على القطاع الخاص. النقل واللوجيستيك 2000، البناء والاشغال العموميه 1580، النسيج والالبسه 1489، والبقيه كلهم قل من 1000، السمعي والبصري، الصناعه التقليديه، الكهرباء والالكترونيك، فنون الطباعه الى اخره. الارقام راه غادي ننشروها، ولكن المهم عندنا هو ان خصنا نعرفوا ان القطاع الخاص للاسف الشديد ما وصلش الحمولة ديالو تكون كاملة باش يلعب هذا الدور. فالسؤال اللي مطروح علينا، اشنو خصنا نوفروا؟ اشنو خصنا نوفروا؟ لان ملي كيجيو الطلبات ديالكم السيدات والسادة النواب للوزارة، كلشي كيطلب على انه تكون مؤسسات ديال التكوين المهني من اجل تقريب هذا التكوين المهني الى المواطنات والمواطنين. اذا اولا عندنا واحد المحور ديال دعم القطاع الخاص باش يقوم بهذا الدور. كيفاش كندعموا اليوم القطاع الخاص؟ كنعطيه واحد 25 مليون ديال الدرهم، اللي هي بحال قلتوا واحد المساهمه ديال الدوله لتحمل التكاليف بالنسبه لواحد العدد ديال الطلبه اللي تيكونوا. هذه الميزانيه غير كافيه، لان 25 مليون ديال الدرهم راه ما تتبنيش حتى معهد واحد. اذا هذا المساله الاولى. المساله الثانيه او الشق الثاني اللي عندنا هو الاستفاده كذلك من ما يسمى بالشراكات ما بين القطاع الخاص والقطاع العام. دابا في الاول تكلمت لكم على القطاع الخاص حصرا، وراه كاين بزاف ما يدار في هذا المجال، وغنقول لكم شنو هو الاجراء العملي اللي كنديروا. والقطاع والشراكه ما بين القطاع الخاص والقطاع العام، درنا التدبير المفوض، عندنا فيه واحد 15 عام ديال التجربه، فيه تقريبا 14 المؤسسه اليوم اللي قائمه الذات في هذا المجال. كاين اربعه في قطاع السيارات راه ناجحة، كاين أربعة، واحدة في قطاع الطائرات، جوج في النسيج والألبسة، ثلاثة في النجاعة الطاقية، واحد في الأشغال العمومية، واحد في الفلاحة والصناعات الغذائية. كنتكلم لكم هنا على الشراكة ما بين القطاع العام والقطاع الخاص، بمعنى كتكون واحد الاتفاقية، كيكون واحد المرسوم، كتكون واحد الميزانية، وكنعطيو هذا الشيء لواحد المقاولة كتنشأها الهيئة المهنية بحال دابا ديال صناعة السيارات ولا هذا. الاشكال اللي عندنا هو انه هذا الشيء ما دخلش في واحد الاستراتيجيه متكامله، ولهذا في القرارات الاخرى اللي خديناهم في الحوار الاجتماعي في ابريل، اتفقنا على اننا غادي نحيو هذاك اللجنه الوطنيه ديال التكوين المهني باش ندرسوا الاولويات ونخرجوا بواحد العدد ديال الاستثمارات مهمه على مستوى الدوله قبل شو تنبير المقبل ان شاء الله. وشكرا.